اللجنة الفنية واللجنة الثقافية لفريق فرسان التحدي تقدم لكم على فين يا أمير. تمثيل هرمينا ثروت بدور أمير، مروة السبع بدور ياسمين، محمد رجب بدور الحاج عوض، دعاء السبع في دور أنيسة، قام بدور موظف الشهر العقاري عادل رشوان. الهندسة الصوتية مروة السبع. فريق فرسان التحدي يتمنى لكم استماعا موفق. على فين يا أمير؟ إعداد فريق فرسان التحدي. يا مرج يا أنيس، الحاجة أعمل الحاجة بسرعة قبل ما ياجي هيعوز ياكل. ألو، ايوه حاج عواد. الحاج عواد ايه؟ ولا لسه ما عملتش حاجه؟ اقول لك ايه يا راجل، صح الكلام ده؟ سمعت ان انت عايز تبيع الارض بتاعتك. يا مراري، ده يومي مش معدي النهارده. طب بقول لك يا اخي، ما تيجي عندي في المغرب، عندي في البيت في المغربيه كده، عايزك. اصل الارض بتاعتك دي تلزمني، تعالى عشان نتفق على تمنها. وعك تتاخر بعد المغرب يا حاج عواد. مع سلامة الله يا حاج. مع السلامة. راجل خنيق، صدعتني يا أنيسة. هي انت يا بنت يا أنيسة. ايوه اللي جاي يا أنيسة. ايوه يا اخويا اللي جاي. ازيك يا حاج عواد؟ ازيك يا ابو الغالي؟ قوم يا بنت حضر لنا الواكل، عايز اكل. حاضر يا اخويا، الواكل يا عمار ده جايب وهيكون عندك. جدك الهم يا باي. حاضر. هذا الراجل ما يقول لي الحمد لله على السلام. انا جيت من برا، يقول لي زيك وحشتيني يا نيسي. وا يا باي، بقيت عيشة تضهق. ليه ما نعملش معايا زي المسلسلات اللي في التلفزيون؟ ماله مهند ده؟ انا والله العظيم لو معايا مهند لقيت له 17 هشام يا باي. بس يعني هو انا كنت نور؟ هو انا كنت نور عشان يبقى هو مهنم؟ يلا الحمد لله على كل حال، حمدينك وشاكرينك يا رب. يا نيسة. ايوه يا حاج، انا جيت اهام. والله ليك وحشه يا حاج، من ساعه ما نزلت الظهري وانا مستنياك، عملت لك كل اللي نفسك فيه. الحمد لله على كلامي. الحمد لله على سلامتي. ليه؟ هو انا كنت مسافر؟ طبعا بالنسبه لي كنت مسافر. لما تغيب شويه عن البيت وعن مطرحك تبقى بالنسبه لي كنت غايب. غوري يلا حضر الوكل. غوري، هو الواحد ما يعرفش يقول كلمتين حلوين في البيت دي؟ حاضر. شوف الراجل البقره عايز يبيع ارضه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه الراجل المجنون ده؟ هيبيع أرضه؟ أمال هيخليها لعياله لما يموت. يا نوري شمس الشموسي، يلا بنا نبلاها ونحلب أباني الجاموسي. طب والله العظيم أنا أحسن من البت الجديدة اللي بيقولوا عليه. يا الله، اهو هيجيلي بعد المغرب ونتفق على كل حاجة. يا مرار الرز كان هيشيب. جات الخيبة يا انيسي. بس كده انا عمال اكلم نفسي من الصبح، والبيت ده اتاخلت المطبخ وما طلعتش لحد الوقت. يا انيسي. ايوة يا حاجي جاي. انا جعان. اتفضل اتفضل يا سيد الناس. الله، ايه الوكل الزين ده؟ وكلك زين يا انيسه، وكلك حلو وقوي. ايه اخبارك؟ وايه اخبار الشغل عندك؟ وايه عامل؟ والله العظيم غيبتك كانها غيبه الملح من الرز. ما تغيبش تاني يا حاج عوض، مش كفايه غيبه الواد امير عني؟ يا ولدي يا ولدي، اتخلى عليك، مش
قومي اعملي لي شاي عشان نصدع وشيل الواكله دي. حاضر يا حاج، انت تقمص، حتى علبه الشاي خلصت وكل السكر جرب يخلص، بس في معلقه كويس، في ريحه، في ريحه سكر اهو، ويا دوب نص معلقه شاي. بخلي ابو امير يجيب الشاي يا سيد الناس. كل دي عشان تعملي الشاي، وانا كل ما اقول لك على حاجه تعمليها في ثانيه. تفضل يا ابو امير. ايه الشاي الخفيف ده؟ عجبك الشاي حاج عوض؟ بقول لك انا مصدع، تعملي لي شاي خفيف ومن غير سكر كمان. جايبه لي شاي خفيف بتاع بنات. ايش البنات ده يا حاج؟ بقول لك انا مصدع، عايز شاي تقيل حب. ايه ما بتفهميش ايه بقرة؟ والله يا حاج ما عندنا سكر ولا عندنا شاي، والله ما لقيت غير داري. انت هات لنا معاك بكرة وانت جاي من الشغل. مش عايز شاي. ما تزعلش يا حاج، ما تزعلش، عشان خاطر امير ولدك تجيب بس الشاي واعمل لك كوباية حب. لو عايز نص العلبة احطها لك في كوباية الشاي، ولا تزعل نفسك يا ابو امير. سديت نفسي. الله يسد نفسك، انا رايح انام. الله يسد نفسك، راح انام بقي. ابقي صحينا على اذان المغرب. حاضر يا حاج، روح نام ان شاء الله قبل المغرب على طول هكون بصحيك، عشان هيبيع لي الخمس قراريط الراجل العبيط ده. سلام يا انيسه. سلام. راجل هيبيع خمس قراريط؟ يبا هيشتري لي الذهبات اللي نفسي فيهم. يا ما انت كريم يا رب. فو عليك يا مهند، ما جبتش لنور حاجه. يا حلاوة يا أولاد. أقوم أعمل أي حاجة في البيت، أروح أغسل مواعين. فرصة الولد نام، أروح أغسل مواعين بسرعة قبل ما يصحى. جميل. أنا ومالي جميل وجع القلب ده، كنت مريحة عند بس ماما وكنتش بعمل أي حاجة. دلوقتي بقى مسؤولة من بيت وطفل صغير مطلع عينيا وغسل المواعين وقرف. يلا هنعمل ايه؟ نسيبي كده بقى. نأسف على ازعاجكم، ارجو الرد على هذه المكالمة. ايه ده؟ تليفوني. يا رب يكون امير. لا دي ماما. نأسف على ازعاجكم، ارجو الرد على هذه المكالمة. الو، ازيك يا ماما؟ عاملة ايه؟ ايه الاخبار يا حبيبتي؟ عاملة ايه؟ لا يا عمر مش بعمل حاجة. هكون بعمل ايه يعني؟ بغسل مواعين. الحمد لله يا حبيبتي والله بخير. والله هو مطلع عينيا، بس اعمل ايه؟ طيب ما تيجي تقعدي معايا شوية. تعالي يا ستي، سيبك من جو القاهرة ده وتعالي اقعدي معايا شوية. ده الجو في الصعيد يا ماما هنا تحفة تحفة. انتي وحشتيني قوي يا ماما. لا والله الحمد لله كويس، وامير كويس الحمد لله، كل شويه بتصل بيا وبتطمني عليه. طيب ماما استأذنك دلوقتي عشان الولد صحي وبيعيط واروح الحقه. ماشي حبيبتي. ماشي يا ست الكل. ماشي يا ماما، مع السلامه. مع السلامه حبيبتي. كمان المسلسل جه كملت، مش هعرف اسمع المسلسل النهارده، هتروح علي الحلقة الأخيرة النهاردة. يعني خلاص جيت عند المسلسل وتضحك؟ طب استنى الحلقة تخلص وبعد كده اسحب راحتك. بنت رخي هعمل ايه؟ مامتك بقى ولازم استحمل. بس بقى عايز اسمع مسلسل. ايه ده؟ هو احنا كنا رخمين كده واحنا صغيرين؟ ماما قالت لي لما كنت صغيره كنت هادي. انت بقى يا امير تيجي، انت وحشتيني قوي. هستفاد ايه من المسلسل؟ اروح اكمل المواعين وخلاص عشان ابقى خلصت. يا باي. ها
الحمد لله على كل حال يا باي كثير يا باي. والله واحد تبقى في السفر والله العظيم. نحط الحاجة بتاعتنا وناكل عاد. ازيك يا ياسمين؟ ايه ده مش معقول. اخبارك ايه؟ ليك وحشة ربنا والله، ليك وحشة كتير جوا والله. الحمد لله على سلامتك. ازيك عامل ايه؟ ربنا يخليك يا رب. بس تعرفي والله واحد فرحان جوا والله. تعالى تعالى احكي لي عملت ايه في السفر. الحمد لله على كل حال. شكلك تعبان قوي من السفر يا امير. انا مبسوط بالواد ده قوي قوي قوي. يلا يا سيدي، ما هو اللي بعد كده هيشيل اسمك ان شاء الله. هيشيل اسم صح؟ امال ايه؟ اكيد ان شاء الله هيشيل اسم صح ان شاء الله. نقفل الباب زين. تعالى تعالى اتفضل. يلا. والله الجو حرقونا هاد تصدقي، والله الجو حرقونا هاد. اخبارك ايه يا امير؟ طمني عليك. انا اقول لي هتسميه صح النهارده، قصدي اني هتسميه واد يعني النهارده قال. زي بعض والله من الفرحه واحد مش عارف يقول لي. نسميه ايه مش عارفه. ايه رايك لو سميناه اياد؟ اسمه حلو قوي يا امير. ايه رايك؟ اياد جميل قوي. اياد ايه الاسم ده؟ اياد اسم غريب. ولا غريب ولا حاجه. ده اسم جميل قوي يا امير، اسم جميل قوي والله. بعرف اقول لك ايه والله يا اسمي. بس قولي لي صح، تفتكر لما اهلنا يعرفوا ايه اللي يجرى لما يعرفوا ان احنا جوزنا؟ يجرى ايه تفتكري؟ وهيعملوا لك ايه يعني؟ عادي مفيش مشكله. هو احنا عملنا حاجه غلط يا امير؟ احنا اتجوزنا. الواحد بقى محتار قوي. صدقني مش هيعملوا حاجه. ولا انت شايف ايه؟ والله ما عارف. صدقي ده اسم زين قوي يا باي. والله ياد اسم حلو قوي. خلاص نسميه ياد، ماله اسم زين. يلا يا ابو اياد عشان الاكل جاهز. يلا عشان تاكل بقى، اكيد انت هتموت من الجوع. الاكل جاهز؟ طب زين والله. الله الله. كل يا سيدي كل بالهنا والشفا. واحد كان نفسي اكل من زمان قوي، رجع من سفر طويل قوي. الحمد لله كل حال. الحمد لله على سلامتك. نورت بيتك يا ابو اياد، نورت بيتك يا امير. اقول لك انا اضطر اروح عاد عند اهلي عاد. ايه من غيرك انت؟ انا اخذ بس واد معايا اقول له والله لو هم بقوا يعني لو هم فرحوا خير وبركه، بس ان شاء الله يفرحوا. هو لازم يفرحوا، ما هذا ولدهم برضه. حتى كنت اتجوزت من غير ما يعرفوا، بس ده ولدهم. ايوه ده ولده. امال ايه بس؟ اكيد هيفرحوا، ده ابنهم يا امير، اكيد هيفرحوا. ايوه لازم يعرف كل حاجه. ايوه هيفرحوا قوي والله، هينبسطوا قوي. يا باي يا باي والله اكثر حقه والله. اياد اسم زين قوي. بس ايه معنى الاسم ده؟ قولي لي هو الاسم ده معنى ايه؟ معناه اياد الشجرة او اللي مش عارفة يا امير. ايوه خلاص بس ما تعرفيش مش مهم. ربنا خلق النت وجوجل والحاجات اللي امال ايه؟ يعني اكتب في جوجلك ده يعني ايه اياد؟ وساعتها هنلاقيه في اول نتيجة. امال ايه؟ تفتكر هنلاقيه؟ يا كوا جوجل ده كيسيبنا في حالة. ده جوجل ده حسن والله. جوجل ده حكاية. جوجل ده والله ما عارف اقول ايه حتى. الله سهل. ايه جوجل؟ مش عارف. بس نايف الاول يعني اياد نبقى نايف جوجل. يلا ربنا يبارك لنا فيك يا رب. ياسمين يا حبيبتي والله انت غالية علي قوي. ميرسي يا امير، ربنا يخليك ليا يا رب. والله ما عارف ايه ده، كفايه بس محبتك وطيبتك ربنا يخليك لي يا رب ويبارك لي فيك يا رب. امال ايه؟ ايوه امين يا رب يا حبيبي ويخليك لي يا امير. يا سلام ولاد. يلا عاد اسيبك انا اروح عاد اروح للاسره بتاعتي واقول لهم. يلا عايزه حاجه؟ امير ابقى طمني عليك، اصلا انا بقلق عليك قوي. سلام. ماشي يا امير اتفضل. سلام. يلا يا مصريين ارفع راسنا العبوا
جدا. فاول لصالح المنتخب مصر في منتصف ملعب المنتخب الجزائري. عايز اسمع الفيلم ويا دوب ما خلص المواعيد وهو الحاج عوض جي مش هيهنيني طبعا كالعاده على اي حد اسمح يا بوي. مع مطلع يا حاج عوض الماتش اشتغل. يا بقول لك ايه يا انيسه، بلاش صداع، حطي لي انت بس طبق الفاكهه جنبي واقعدي ساكته. ماشي حاضر، انا هجيب لك طبق الفاكهه بس انا مش بعرف اسكت خالص. انا هتفرج على الماتش. يلا يا جماعه، يلا ابو تريكه يا عميد. جول 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 جول. الله الله جول. الله الله يا رجاله، يا رجاله بلدنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا رجاله بلدنا. هو ده السلام يا رجاله. يلا بقى يلا. يا سلام يا اولاد، دايما رافعين راسنا والله. الراجل الجام يا حاج، يا حاج يا عوض. ادي الفاكهه يا سيدي، هاي الفاكهه جنب اخوك. الله ايوه رجاله، ايوه رجاله. عليه العوض ومن العوض يا حاج عوض. شاعرة والله. الله رجالة موس. بكرة عايز تاكلي على الغداء يا حاج، اعمل لك صينيه بطاطس. ايه يا نيسة ولا اعمل بامي؟ بطل راغي امال، اعمل لك بفتيات والله. البت جريتنا امبارح. يلا ابو تريكه، وصفه جديده شفتها في قناه فتافيت، حلوه خالص والله العظيم. بطل راغي، عايز اسمع الماتش. سفرة كمان يا بول، والله العظيم حلوة يا حجم القنادي كمان، تجيب أكلات سهلة وبسيطة. بس يا بنت بطل راغي. سكت. حاضر يا حاج، أنا آسفة أنا آسفة، مش متكلمة تاني كمان. عايزك تاكل انت، كنت بسألك تاكلية. أيوه. تاكل رز ولا تاكل ملوخية ولا تاكل بالضبط؟ أنا خلصت يعني يا بوي. الله الله أيوة رجالة مص يا رب، انصر بلدنا. الله 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 يا رب، يا رب بلدنا يكسب. هم ضل من بلدنا يا حاج، ساكنين هنا جارنا. بس يا بنت بطل راغي. والله العظيم لو كسبني باذن الله، باذن الله لو احياني ربنا هعمل رز بلبن ووزع على بلدنا كله وحتى البلد اللي حداه. ايه يا نيسه؟ ايه يا حاج يا باي؟ يا سلام، وانا كلمتك اصلا؟ ايوه. الرجل كان عنده سكر هيجيله القلب يا مراري. احلى حاجه في الكوره دي بتخلي لنا رجالتنا مجانين، اول مره نشوفهم هم مجانين بالطريقه دي يا بوي. ليه عامل كده هو؟ نحس ان هو لو ما قادر يدخل التلفزيون يجيب الجون هو كان عمل. الله يا بوي صبرني يا رب على ما بليتني. سيبك انت، احلى حاجه في التلفزيون والله العظيم العيال عسلات، ربنا يحفظهم يا رب ويحميهم يا شباب. خلي بالك يا واد هتتعور، يا واد يا واد خلي بالك هتتعور، ما تجريش قوي كده، تغور الكوره تغور الكوره بالعيزي. ايه يا نيسي؟ اسكت يا نيسي. سكت يا اخوي، خلاص اهني سكت وخرست خالص. ماشي وسايبها لك خالص، هني دخل اوضتي، تصبح على خير. ما يخلص الماتش وبتعالي، ولا اقول لك خليك عندك. سلام. استغفر الله العظيم يا رب. جوزي الجان الرجل فرحان بالماتش اكتر ما كان فرحان يوم فرحنا. ايه وجع الدماغ ده يا ابوه؟ يا ريتني ما كنت قلت اقعد هنا، ده انا عايزالي برشمتين عشان الصداع وكوبايه شاي كمان. شكل مصر هتكسب وانا هخسر. جوزي هي اليوم اللي ما طلع له الشمس ده يا ابوه. مين مين اللي جاي ده الوقت؟ حاج عوض دي اكيد الحاج عربي. ايوه اكيد جاي هنيني عشان فوز بلدنا. تلاقيها نعمان بتاعت الجبنه والسمنه. جبنه وسمنه؟ افتح لها ولا غور جوا؟ غور يخش جوا غوري. ايوه مين جاي؟ ها ما خلاص يا اللي بتخاب، وجعت راسي ما فيش صبر خالص. حاج أنيسة، حاج أنيسة، حاج أنيسة، مين عيكون عارف اسم مرتي دي؟ والله العظيم ثلاثة، أدخل أجيب البندقية وأقتل هو وهي. حاضر جاي يا فقري. يما
حاضر جاي لك يا فقري. سلم نفسك يا حيوان. ازيكم ازيكم ازيكم؟ مين؟ امير ولدي؟ ليك وحش ورب والله 4 سنين ما شفتكمش. معقوله؟ معقوله يا حاج عوض؟ ازيك يا ولدي، وحشتني يا ولدي. انا النهارده فرحتي فرحتين، فوز بلدني ورجوع ولدي بالسلامه. يعلم ربنا ليكم وحشه كبيره جوه. تعال يا ولدي ادخل ادخل يا انيسه. تعال يا انيسه اقعد اقعد يا ولد اقعد. ثواني وهنادي لك امك. يا انيسه يا انيسه. يا انيسه يا انيسه. فيه يا حاج؟ مالك شغال تزعج كده ليه؟ تعال يا انيسه. زعلانه منك خلي بالك. زعلانه؟ زعلانه ليه؟ من ساعة ما زعقت فيا في الماتش. ماتش ايه يا بقر انت؟ ما تفكرش انك هتصالحني بكلمتين حلوين. تعالي ده في مفاجأة جميلة. مفاجأتي يا حاج؟ مش عايزة حاجة. محضر لك مفاجأة هتعجبك خالص يا غالية. مالك كده عمال تقول مفاجأة مفاجأة؟ ايه في يا حاج؟ قلقتني يا راجل. ايه في؟ مالك يا عوض في ايه؟ يلا قومي. امال ايه الحكاية يا ابوي؟ أول مرة ألاقي عوض يقول كده ويكون مصر. ده عمري ما شفته بيفرح ولا حتى ما يضحك قدامي. يكون جاب لي حاجة حلوة ولا يكون خلاص باع الجرارات اللي اشتراهم من عوال؟ يكون جاب لي الحاجات اللي قلت عليها الذهبات. بس مش لازم يبين له إننا سريعة إننا أسهل كده وإننا أكون معه بسرعة. لا لازم يبقى ليا كرامة زي البنت اللي قالت في التلفزيون. أهم حاجة الكرامة. يعني أنا ما فهماش يعني يا بس برضو مش كي مش يمكن حاجة ما تعجبنيش. يلا قومي يا نيسي. طب سيبنا نام شوية يا حب. قومي عاد اخلصي يا باي. ما جاي ما طب علي الطلاق لانت جاية معاي. يا باي جاي. حاضر يا حاجة اني جاية معاك. كل شوية طلاق 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 غدا يا ابو. قومي عاد اخلصي. حاضر. قومي يا انيسه. حاضر عشان خاطرك بس. ايه رايك باقي في المفاجاه دي؟ الحبيبه من ابنك حبيبي اللي ما كانش بايده لحظه يسيبك. ازيك يا امي؟ ازيك والله ليك وحشه كتير جوه. والله ليك وحشه كبيره كبيره جوه. وحشني وعامله ايه البعد عنك؟ انا مش مصدق. ليك وحشه ورب والله 4 سنين ما شفتكمش. معقوله؟ معقوله يا حاج عوض؟ ايه اخبارك يا ولدي؟ انا مش مصدق نفسي. امير ولدي. ازيك يا امي؟ ازيك والله ليك وحشه كتير جوه. والله ليك وحشه كبيره كبيره جوه. يا ولد اخبارك يا عامر؟ يا امير ولدي اسم الله عليك. الحمد لله على السلامه يا ولدي. تعال 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 احنا بعد يا باي. والله واحد جاي من سفر كبير. ايه يا باي؟ تعال يا امير تعال اقعد يا ولدي اقعد ارتحت لك تعبان. إيه. ازيكم عاملين ايه؟ عامل ايه يا ولدي؟ عملت ايه في ال4 سنين بتوع الجامعه؟ يا سلام يا امير من زمان منتظر اللحظه اللي اشوفك فيها يا ولدي. نورت دارك. تعرف والله يا امي واحد بغير زمان ما شافكيش. وانت حاج عوض انا اقول لي اخبار صحتكم عامله ايه؟ تمام يا ولدي. مين العيل ده؟ مين الواد القمور اللي انت شايله ده؟ شبهي. ولد مين ده؟ ها ده احكي لكم عن كل حاجه. قول يا ولدي. انا لما رحت هناك يعني لقيت بنت زينة جوا بتخاف علي. انا جبت لك سيرة بنات دلوقتي. انا قلت لك مين الواد اللي معاك ده؟ كمل يا امير كمل. اتحبني جوا. بنت مين ده؟ بنت كمل. بنت صح. بنت محترمة صح وحياة ربني. بنت تخاف علي من كل حاجة. اسمها ياسمين. احنا مودينك مصر عشان تتعلم ولا عشان تعرف بنات؟ واكون اتجوزتها يا امير. اوعى تكون اتجوزتي. ما ظل ناقص كمان. ايوه اتجوزت. اتجوزتي؟ ايوه. ودي حال ولدي. ايه هي بتقول والمحروس ولدك.
سمتي يا ست ياسمين. قلنا نسميه اياد، امال ايه؟ اياد هي الاسم البارد اللي زي امه دي. كمان خلفت يا امير؟ طبعا. يو احنا قايلين ياك كل ده واحنا ما نعرفش حاجه. انت بس ادعي لنا، ادعي لنا يا حاج عوض، ادعي لنا يا امي. والله ما انا عارف ادعي لك ولا ادعي عليك. ربنا يكرمك يا ولدي، ربنا يكرمك بالصالح. من النهارده اعتبر نفسك ملكش اب واطلع برا. ايه؟ اطلع برا؟ خور، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. اطلع برا ليه؟ برا ليه؟ اطلع برا؟ يطلع برا ازاي يا حاج؟ يطلع برا ازاي؟ خور، ايه اللي انت بتقوله يا حاج؟ يعني ايه يطلع برا ازاي؟ اه هو غلط بس يطلع برا من بيته؟ مش عايز اشوف وشك هنا تاني. بيت ابوه؟ كان هو غلط واضحني؟ ليه عملته كده؟ ليه عملت كده يا امير؟ ليه يا ولدي؟ ناقصك ايه عشان تعمل كده؟ مالكش اب؟ مالكش ام؟ انا كنت فاكر ان انت هتفرح بولدي. يا مرك يا انيس على الفضيحه اللي جابها لك ولدي. نفرح؟ نفرح ازاي يا ولدي لما تتجوز وانت من غير ما تقول لنا حد، ولا حتى تتصل بينا بالتلفون تقول لنا؟ نفرح ازاي يا امير؟ هي كل حاجه سهله كده؟ انت ولدنا الوحيد، املنا الوحيد في الدنيا دي. ارجوكم ارجوكم ما تغضبوش علي، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. عشان يبقى غضب في الدنيا وفي الاخره، ارجوكم. يا مرك يا انيسي، يا مرك يا انيسي، ارجوكم ما تغضبوش علي. يا مرك يا انيسي، بسم الله عليك يا ولد. طب نحب على يدكم، نحب على يدك يا امي، سامحيني. خلاص يا ولدي، تعال تعال يا ولدي، انا مسامحاك يا ولدي. ما تغضبوش علي، مسامحاك. مش عايز اشوف وشك هنا تاني. لا يا حاج، لا يا حاج، ايه اللي انت بتعمله ده؟ تعال يا ضرايب، تعال يا حبيبي. انت لسه واقفه انت كمان؟ غوري خش جوه. لا ما دخلاش ده ولدي، ما دخلاش. خش جوه، انا ما خلفتش ولاد. لا ده ولدي، ولد غصب عن عينك. ما تغضبوش علي. يا خساره التربيه. والله عليك يا ولدي، يا ولدي والله عليك يا امير، تعبي وشقاي عليك. يا خسارة تربيتي فيك يا أمير يا ولدي، ولدي حبيبي. يا خسارة تربيتي فيك، يا خسارة يا ولدي، يا خسارة. نحب على يدكم. انت لسه واقف، قلت لك اطلع برا. ما تزقونيش برا. لا ولدي، أمير أمير، هروح معاه، هروح معاه. انت لسه واقف انت كمان؟ غوري خش جوا. انا عايزة ولدي، ولدي حبيبي، هاتولي ولدي. امير فيه؟ يمرك يا انيس، يمرك يا انيس، يعني ولدي غايب كل دي؟ وانت عارفة اني بيتعلم يا عالم دلوقتي، يمشي تخبطوا عربية ولا اللي يحصل له؟ عربية؟ سم الله عليك يا ولدي، سم الله عليك. ليه كده يا حاج عوض؟ ليه كده يا اخوي؟ ويقول لي قلب احضر لك مفاجئ، مفاجئ يطرد لي ولدي؟ جالك قلبي يا حاج عوض تعمل كده في ولدي؟ انا ما خلفتش ولاد. ولده زي القمر حبيبي يا ولد، انا لازم اشوف حالي، لازم اروح لولدي الحقه. غوري خش جوه، خش جوه. حاضر ولدي. طردوني برا ليه؟ ليه يا ولدي؟ يا رب انت عالم، يا رب ان انا ما قصديك حاجه، وانا قصدي نزعلهم، ما قصديك نزعلهم، ما قصديك نزعلهم، والله ما قصدي نزعلهم حاجه، والله ما قصدي نزعلهم حاجه. انت عالم يا رب قصدي وعالم نيتي. هقدر اروح لزمين تاني واقول له؟ يا ترى تقول لي ايه؟ يا ابو ليه يا ابو عملت؟
انساك اسمين. مالك يا امين انت بتعيط؟ مالك في ايه؟ ايه اللي حصل؟ معليش. ايه اللي حصل؟ اهلي زعلوا مني قوي. ليه بس كده؟ ايه اللي حصل؟ طردوا. طردوك؟ طردوك ليه؟ والله ما عارف اقول ايه. كل ده عشان قلت لهم ان انت اتجوزت؟ قالوا مين بس يا ربي. هدي نفسك يا امير، ما تزعلش. خلاص بقى يا امير عشان خاطر ما تزعلش بقى، تعال ارتاح. يلا تعال. صدقي يا ياسمين مش عارف ليه عملوا كده فيا. يا سيدي ما تزعلش. صدقيني مش عارف ليه. ان شاء الله كلها كام يوم يرجعوا يصلحوك تاني. ده انت ابنهم يا امير، انت ابنهم. ليه عملوا كده؟ والله ما عارف اقول ايه. انا عندي فكره حلوه قوي يا امير. ايه رايك لو تكتب كل املاكك باسمي؟ لا يا ياسمين انت بتقولي ايه؟ ايوه طبعا يا امير، مش انا وانت واحد؟ ايه فيها يعني لو انت كتبت لي كل املاكك باسمي؟ اسجل كل حاجه باسمك انت علشان نضمن حق ابننا اياد يا امير. بتقولي ايه؟ عشان نضمن حق ابننا؟ بس هيزعلوا مني، هيزعلوا مني جوه صدقيني. ولا يزعلوا منك ولا حاجه، هما اصلا هيعرفوا منين ان انت كتبت لي كل املاكك باسمي. هما ممكن يكونوا زعلوا منك عشان انت اتجوزت واحده بره العيله بتاعتكو يعني، وانت عارف بقى معظم العائلات بيحبوا ان يجوزوا ابنهم من عيلتهم عشان الفلوس والميراث والجو ده. انت صح ده كده، انت صح. خلاص بس برضو لا، ما اقدرش على حاجه زي كده. عامه فكر، انا كنت بقترح عليك بس مجرد فكره. والله ما اقدر اعمل حاجه زي كده ابدا، ما اقدرش اسجل حاجه باسمك دلوقتي. ليه يا امير بس؟ مش انا وانت واحد؟ ايه ده هيبقى مين غير ابننا؟ انا خايفه عليك وعلى ابنك، انا مش هاخد حاجه لنفسي، كل لابنك في الاخر. ما اقدرش. لا 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 لا، قلبي مش مطوعني. لا 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 لا، مستحيل مستحيل اغضب امي ولا حتى ابوي كده، هيقول ان انا عايز ابوي يموت. بعد الشر على انكل، ربنا يخليهولك يا امير. عامه انا مش عايزه غير مصلحتك، فكر كويس شوف انت عايز تعمل ايه. اقول لك قول يا امير. خلاص بكره باذن الله نروح الشارع العقانه وانت ونسجل كل حاجه باسمك هناك. بجد بجد يا امير هتروح تكتب كل حاجه باسمي؟ ايوه. ربنا يخليك ليا يا امير وما يحرمنيش منك ابدا، ولا انت ولا اياد ابننا. ربنا يخليك ليا. وانا معايا محامي كبير قوي هيسجل لي كل حاجه. امال ايه؟ ادي ده ابننا برضه، ولازم نسيب له اي حاجه في المستقبل عشان لما اموت محدش ضمن ميت انا اموت. انا تموت؟ بعد شر عليك يا امير، ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. محدش ضام ولا ملايين الدنيا تعوضني عنك يا امير. خلاص اكتب كل حاجه باسمك. ها يلا، انت عايز حاجه دلوقتي؟ ميرسي يا امير، عايزه سلامتك. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، ربنا يخليك ليا يا ست الكل. ويخليك ليا يا ابو اياد. تعيش سلام. تفضل حضرتك، تفضل يا حضرتك. عاوزين تعملوا توكيل رسمي عام؟ طب اتفضل اقعد. تفضل امضي حضرتك، تفضلي انت كمان حضرتك هتمضي. يا مرحب بيكم، يا مرحب. اي خدمة، انا تحت امرك، تحت امرك. يا أنيسي، يا أنيسي. بتنده يا حاج؟ بتنده؟ بصي ايه يا عوض عايز؟ تكونش هترضى على أمير وتجيبه؟ والله العظيم ده أنا أجد لك صوابعي العشرة شام. يا ريت يا حاج، ده أنا من يوم ما ولدي سابني وأنا مش مستحمل. ده أنا كل يوم أبكي، ارضى عنه، ده ملهوش غيرك. بلاش كتر كلام، أنا رايح حلغ التوكيل اللي عملته لولدك. توكيل؟ سلام يا حاج. طب اسمعني يا حاج، يا عوا اسمعني يا ابوي. لا حول ولا قوة الا بالله، كم مستخبي لك فين ده كله يا انيس؟ يا مرك يا انيس، يا مرك لا يعمل حاجة ويقتل الواد، يقتل الواد.
يقتل الولد؟ ما فيش أب يقتل ولده، ما فيش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج. أنا الحاج عوض يا ولدي. حاج عوض، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، إزيك يا ولدي؟ أهلا وسهلا يا حاج، تفضل اقعد تفضل. مش شكرين يا ولدي. بقول لك يا باشي، أنا عايز ألغي التوكيل اللي عملته لولدي أمير قبل كده. عايز تلغي توكيل؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ ما ينفعش، هو باع كل حاجة، كل حاجة لزوجته. ده اتجنن ده ولا ايه؟ ايوه. ازاي؟ كيف ده حصل؟ ازاي يعني؟ ازاي يبيع كل حاجة لمرته؟ ازاي يعمل كده؟ لا، أمير ولدي لا يمكن يعمل كده. لا حول ولا قوة إلا بالله. مستحيل ولدي يعمل كده، مستحيل. طب يا حاج، مش كنت تاخدوا بالكو قبل ما تعملوا العملة دي؟ أعمل إيه يا ولدي؟ وديته مصر عشان يتعلم اللي أنا بقوله ده. يلا، حصل خير يا ولدي، حصل خير. ربنا يوفقك يا حاج، الله يعوض عليك. مش شكرين يا ولدي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بهي الدنيا بقت ده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كده يا أمير يا ولدي، عايز تورثني بالحي، تكتب كل حاجة لمرتك. ربنا يسامحك يا ولدي، ربنا يسامحك يا ولدي. واحد مش ينام كتير قوي. يا بوي، انا سيني الموت. انا ايه دي الورقة دي؟ ايه دي حبيبي الغالي امير؟ ايه دي؟ يمكن دي اخر رسالة مني لك. حاول تنساني، انا خلاص شفت حياتي بقى، وانت بالنسبة لي حاجة وانتهت. انا سبت لك ابنك اللي بتحبه، حبيبك اياد. انا اعرف ان عندكم في الصعيد اهم حاجة عندكم ان تجيبوا ولد يشيل اسمكم، وانا جبت لك الولد اللي نفسك فيه. ربي بقى بمعرفتك، وخلي اهلك بقى يصرف عليك، علشان الحاجة اللي معايا مش ناوية اديها لحد تاني، هتبقى ليا انا وبس. حتى الشقة اللي انت فيها حاول تسيبها في اسرع وقت عشان تلزمني وعايزاها. ما تحاولش تدور عليا عشان مش هتلاقيني في اي مكان يخطر على بالك. ربنا يخلي لك اياد يا ابو اياد. نسيت اقولك، انا رفعت عليك قضية خلع. سلام يا ابو اياد، حبيبتك ياسمين. ايه؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام للكولة ده؟ لا 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 لا، انا لازم نروح الشارع عقار ونسأل، نلغي التوكيل اللي عملت ده. كيف عملت ده؟ يعني ايه؟ كيف باعت الشق؟ كيف باعت الشق؟ كيف؟ لا، حتى تحير ألاقيها منين بس ولا منين يا ربي؟ ألاقيها منين بس؟ ألاقيها منين ولا منين؟ كيف من حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. أروحي، خدتي كل حاجة مني، خدتي كل حاجة مني. لا لا لا، أنا أقرأها تاني، أنا أقرأها تاني، جايز يكون في. لا 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 لا، هاتي. ايوه ايوه هي. لا لا كده، حد يقول لي كده. طب هطلبه على التليفون، جايز يكون حد متعامل كتب كده. ايوه جايز
جايز يكون حد متآمر كتب كده. لا 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 اسمي متعملش كده. واصل هتحبني هتحبني كتير هتحبني كتير قوي هتحبني كتير. تلفونها قافل كده كده. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ أروان. أنا روح للشهر عقايا دروقت. إيه يا دي التلفون بيرن وأنا أقول إيه الصديق يا بوي. أنا بقرأ التلفون ده لما يرن تلاقيها أم نعمات بتحت الجبنة والسام. ألو أيوة يا حج عنيفي. مين؟ دكتور مش فاهم حاجة. دكتور عايزة الدكتور مستشفي. مين؟ حج عواد. اكفي اكفي جاي اهيني جاي حالة. سلام يا دكتور. حج عواد اسم الله عليك يا اخوي. اسم الله عليك. اسم الله عليك يا اخوي. اسم الله عليك يا اخوي. اسم الله عليك. بسم الله عليك يا حبيبي. جيب العواقب سليمة يا رب. يا رب خير يا رب. حج عواد يا رب ليش غيره. ايه اللي حصل بس السلام عليكم. حج عواد فينه؟ حج عواد أنيسي الحمد لله أنا شفتك قبل ما. سلامتك يا أخوي. ألف سلامة عليك. إيه اللي جرى لك يا أبو أمير؟ تعالي تعالي يا أنيسي تعالي قعد جاري. عايز أقول لك على حاجة. أنا جارك هيني. شفتي يا أنيسي؟ شفتي يا أخوي شفتي. أمير ولدك. أمير؟ ماله؟ ماله حج عوض؟ ماله أمير؟ كذب كل حاجة باسم مرته. ولا تزعلش نفسك يا أخوي بداهي الفلوس. المهم صحتك. ده صحتك عندي بالدنيا كله. الفلوس بتروح وتأجي حج عوض. ما تزعلش منه حج عوض. أمير لسه صغير ما يعرفش حاجة ما يفهمش الكلام دي ما يعرفش الصح من الغلط. ما تزعلش منه حاج. ما تزعلش منه. هو في أب يزعل من ولده؟ أمير ده ولدي الوحيد. عارفة ان طول عمرك قلبك ابيض وبتسامح. يخليك لينا يا رب وما يحرمناش منك واصل. الغلط مش منه هو. الغلط مني. سيبته يكمل عليه من غير ما فهم الصح من الغلط. ما تتعبش نفسك في الكلام يا حج عوض. ما تتعبش نفسك يا بوي. ما تتعبش نفسك. كنتش لازم اكسى عليه واطرده. كنت ازعج له بس. عارف ان حرقت قلبك على ولدك كبيرة قوي. بس ما تتعبش نفسك. امير جاي وهيرجع ويقول لك ان انا اسف يا ابا. وما تزعلش مني. بس انت ما تزعلش مني. خلي بالك من نفسك يا انيسه. بس يا حج عوض. بس يا اخوي انا عارف اني سايب لك مسؤوليه كبيره لكن انت قد ما. بلاش الكلام ده يا حاج. مش وقته ومش اوانه. هتقوم وهتبقى زي الاسد وهتيجي تنور بيتك ومطرحك ومكانك وتيجي تشوف امير ولده واعمل لك الشاي الحبر اللي بتحبه واللي بتزعق لي عشانه وتسمع كل الحاجات اللي انت بتحبها بس تنور بيتك يا حج عوض. سامحني يا ولدي. يا حاج يا عوض. سامحيني يا أنيسي. حج عوض قوم يا حاج. بلاش الحركات دي عرفاك انا بتعملها كتير. حج عوض بلاش يا حج عوض. ما تسيبنيش حج عوض. حج عوض حج عوض حج عوض. لا ليه يا سماء حج عوض. خدت من قلبي عزوها. ما تسيبنيش بالدنيا دي.
تعزونا بعد ما كنت تعزونا. صبحنا زي النخيل شوية ريح شوية ريح شوية ريح يهزونا. اتفقنا يا أمير يشوفنا مصطفى الوقت ما هو راضي عنك يا أمير. آه يا زمن دوار، آه يا زمن بتدور، للدنيا دايما هار ما كانتش ليل على طول. أيام علينا تمر دنيا زي السر، بنشوف حلو ومر لكن محدش بر. أيام علينا تمر دنيا زي السواج، بنشوف حلو ومر لكن محدش بر، لكن محدش بر، لكن محدش بر. لو سمحت يا أخينا. أستاذ أمير، يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا، كيفك؟ كنت عايز نلغي التوكيل اللي عملته للمدام ياسمين مراتي، كنت عملته لها امبارح. أنا إيه بتقول؟ إيه عايز ترجع التوكيل تاني؟ ممكن تلغيه ليه؟ ما أنا قلتك قبل كده ما ينفعش يرجع تاني. أنت بتقول إيه؟ يا أستاذ أمير، يا أستاذ أمير، مش كل شوية تيجي تقول لي على موضوع التوكيل ده؟ وأنا قلت لأبوك الكلام ده، ده كل في حاجة راحت، ما فيش حاجة ترجع تاني. انت تضحك عليا صح؟ ايوه 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 ايوه. لا لا لا، انت ما ت... ما انت 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 بتقول غلط، ما تعملش كده. لا 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 كده، عمرها ما تعمل كده. لا 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 لا. واه انت ما تفهمش كلامه ولا ايه عاد؟ استاذ امير ما تجيش هنيه، لان دي خلاص كل حاجه راحت، راحت عليك يا استاذ امير. فين عقلك؟ راح فين؟ مستحيل مستحيل يكون عملت فيا كده، مستحيل. وربنا وربنا مستحيل. ايوه مستحيل، ما تخيلش منها كده يا استاذ امير. ما تضايقنيش اقدر من كده، خلاص يلا مع السلامه. مستحيل وربنا وربنا مستحيل. ايوه مستحيل، ما تخيلش منها كده. زمان كنت أنا آخر طموحك في الحياة، نسيت ده كله ليه؟ سايبالي مشكلة، قلبي تعبني أسئلة ومش عارف أقوله إيه. أقوله كنا حكايتك في النهاية مليتينا، وكل لحظة حب شافها كدبة كنت تكذبينا. أقول له انسى خلاص هواها، مش مهم سنين وفاتت، واللي عشنا زمان معاها اعتبرها يا قلبي مات بسهولة كده. عموما أنا روح لأهلي نطلب منهم السماح. أيوه، ما انا ماليش غيرهم في الدنيا دي. ايوه ايوه الله، انا غلطان، انا وسكت فيها. ايوه انا غلطان، انا حسب الله وكيل فيك يا شيخ. روحي منك لله، الواد نشيل الواد معايا. كانك تقلت قوي انت ولا انت التاني ياد. مفتاح معايا عشان نقفل الايه، نقفل الباب، نقفل الباب. ايوه نقفل الباب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله
حسبي الله عليك. وصلنا البيت، وصلنا البيت. ايوه جاي. افتح يا امه. جاي اللي بتخبط. مين؟ امير؟ امير ولدي؟ زيك يا امي. تعال يا ولدي ادخل. ابوي فين؟ ابوك هملنا خالص يا ولدي. فين ابوي؟ ابوك راح للي خلقه يا ولدي. ابوك راح للي خلقه وسابنا احنا هنا. انت بتقول ايه؟ ابوك مات يا امير. ابوك مات. تضحك علي صح؟ تضحك علي صح؟ قولي ايوه. قولي ايوه. والموت في ضحك يا ولدي ولا في هزار؟ قولي ايوه. خليكي زين. قولي ايوه ارجوك. قولي ايوه. قولي بضحك عليك. قوليها. هقول ايوه ازاي؟ ازاي اقول ايوه وانا قلت لك الموت في هزار يا ولدي؟ الموت في هزار يا امير. ما ازعلش. ابوي عايش صح؟ ايوه عايش. ارجوك قولي حاجه زين. امي ارجوكي ارجوكي ما تقوليش كده. ما ماتش. ايوه ايوه ايوه. اهدي. كل واحد بيشوف اللي مكتوب لي يا ولدي. الحمد لله على كل حال. لا 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 ما ماتش. ايوه ايوه. وليه ليه ابوز يدك. وحشني جدا من بعد موته. تضحك علي صح؟ ابوك مات يا امير. دي الحقيقه اللي لازم نصدقها كلنا مهما كانت الحقيقه دي مر علينا. بس هو ده اللي حصل. انا كنت عايزه ابعت لك واقول لك من يوميه بس ما كنتش عارفه اوصل لك. الحمد لله ان انت جيت. امي ارجوكي ارجوكي ما تقوليش كده. ما ماتش. ايوه لو بس مره في الحلم يجي. لا هدي نفسك يا ولد. اهدى يا امير ما تعملش في نفسك كده يا خوف. معاك واد عايز تربيه يا امير. لسه العمر قدامه طويل. الواد الصغير ما له ذنب يا خوف. ما له ذنب. لا لا بدعيله ربنا. سامحيني يا امي. سامحيني من غضبتك. سامحيني ابو زيدك. مش تزعلي مني واصل. مش تزعلي مني واصل. احب على قدك. سامحيني بس بك بقى خلاص. مش كفايه الحاج عوض هملني واسمي خدت كل حاجه وانت غضبانه علي. بس يا ولدي لعينك توجعك. بس عشان الواد الصغير معاك لا يحس بحاجه. احب على قدك يا ام سامحيني. احب على قدك. ايوه انت تسامحيني صح؟ استغفر الله العظيم. ما تعملش في نفسك كده يا ولدي. مش تزعلي مني واصل. ابوك راضي عنك. يا ابوي ابوك مسامحك. هو وصاني عليك قبل ما يموت. بجد سامحيني يا امي. عشان خاطر سامحيني. عشان خاطر سامحيني. احب على قدك. سامحيني. مسامحك يا ولدي. مسامحك يا ضناي. ما تزعلش نفسك خلاص. اللي اتكسر بيتصلح ان شاء الله. وانا هني معاك. انا عرفت يا ولدي اللي حصل لك من مرتك الحربايه دي. عرفت ان هي سرقت كل مالك وخدت نفسيه وسابتك من غير فلوس. بس ولا يهمك يا ولدي. انا هبيع الذهبات اللي معاي. اقول ايه؟ واشتري لك بيهم اي حاجة تعمل بيهم مشروع تكمل بيهم حياتك.
نفتح بيهم مشروع جديد يا ولدي واشتغل. هتبيع كل ذهباتك عشان نفتح مشروع جديد؟ اما بالنسبة للواد الصغير دي فانا هربيه، لان ده ولدي زي ما هو ولدك يا ضنائي. ادام انت تعلمت من غلطتك يا ولد ما تزعلش نفسك. ربنا يخليك يا غالي. اول حياتي ايوه ربنا يخليك لينا، انت كتير تحبينا يا حبيبي يا ولدي. انا فرحانه قوي اني شفت فرحتك دي. يا رب يقدرني واسعدك واسعد اياد الصغير. عشان ده لازم نتعلمه ان اهلنا نطيعهم قبل كل شيء. ايوه امال ايه. ايوه نطيعهم قبل كل شيء، نغضبهمش عشان حد واصل. ايوه اوعى في يوم في حياتك تغضب اهلك واصل عشان اي حاجه. ايوه يا امير يا حبيبي، انت ولدي ولا لو ما عملتش كده معاك هعمل كده مع مين؟ انت اللي ليا في الدنيا دلوقتي، انت اللي ليا في الدنيا دي. سامحني يا ولدي لو انا كنت قصرت انا في حقك، سامحني يا ولدي. ربنا يخليك يا غالي، خليك واثق ان ربنا هيحقق لك اللي انت عايزه، بس تكرم اهلك. امال ايه. ايوه ربنا يخليك ليا يا ام. صح انت يا ام تحبيني كتير. ربنا يحفظك ويحقق لك كل اللي بتتمناه. اشكرك يا رب انك اديتني ام تحبني وتخاف علي، واديتني واد يعوضني عن كل الدنيا دي، حتى لو خدت مني ياسمين كل حاجه. معيش الا ولدي حبيبي، ولدي وبس. شفتوا يا جدعان، شفتوا يا اهل البلد، الحمد لله. فين امير؟ ياسمين عملت حادثي وولدها هو اللي ورث حاجتي. حاجتك رجعت لك يا ولدي، حاجتك رجعت لك يا ضناي. مهما قلبي الطريق همشي وافتح بباني للامل وانادي وانسى العيش. كل حاجاتك بقت معاك دروكيت، ولدها هو الوريث الوحيد ليه. الحمد لله يا رب، ربنا ما بيسيبش حد مظلوم ابدا. عملت حادثه وماتت، شفت ربنا بيعوض الواحد ازاي. شفت يا ولدي. ربنا يخليك يا غالي. افرحوا يا اهل البلد، افرحوا يا كل الناس، ولدي بقي احسن تاجر في الدنيا دلوقتي وخد كل حاجه. يمكن صحيح العمر بيعدي، لكني حاضن حلمي بتحدي. لا يوم هسيبه يموت ولا يصدي، ولا يبقى يوم حدوته كان يا مكان. ولدي بيجي زي ابوه دلوقتي ما شاء الله عليها. افرح يا اهل البلد، امير بيجي الحج امير دلوقتي، وولده من بعده ان شاء الله. بعد طول العمر الولدي باذن الله هيبقى هو عمدة بلدني. امير بيجي العمدي. يا ما انت كريم يا رب، يا رب يا رب فرحني بولدي واد ولد يا رب.